عقد حزب الحركة الوطنية في محافظة بورسعيد مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. يأتي المؤتمر ضمن مؤتمرات تحالف الأحزاب المصرية لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. حضر المؤتمر عدد من أعضاء وقيادات من الأحزاب المصرية، وكذلك وفود من الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فضلا عن نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وممثلين عن الأوقاف والكنيسة والأزهر وعدد من القيادات السياسية والشعبية. كل دول جايين النهاردة عشان يعلنوا تأييدهم ودعمهم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مرشحا لرئاسة الجمهورية 2024، داعمين لكل مواقفه البطولية والمواقف الريادية في حل القضية الفلسطينية دون المساس بالأمن القومي المصري ودون تصفية القضية الفلسطينية على حساب إخواتنا وأشقائنا في فلسطين. الحقيقة أن الموقف المصري كان موقف رائد، وكان من المواقف اللي شهد لها الجميع سواء على مستوى الوطن العربي أو مستوى دول الغرب، كله شهد بموقف المصري في الوصول إلى الهدنة ووقف إطلاق النيران. كلنا بنتفق جميعا على الوقوف خلف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدة أسباب كتيرة جدا، يمكن أهمها اللي ذكر النهاردة هي نعمة الأمن والأمان اللي احنا بنعيشها، لأن لولا نعمة الأمن والأمان مش هيبقى في أي عمل نقدر نقوم بيه. ثانيا الإنجازات اللي بتتم على أرض الواقع، وكنا فين وبقينا فين. عشان كده النهاردة احنا كنا موجودين نأكد على دعم الأحزاب المصرية كاملة مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونسمن تجربة الديمقراطية في النزول الآخرين لتأكيد الديمقراطية احنا بنعيشها وحرية الرأي.